كاس العالم ابتدى يسخن ولا هو من البدايه سخن؟ لا من البدايه سخن، من البدايه سخن. دي حقيقة. غريبه السنه دي يعني، او النسخه دي من كاس العالم، لانه دايما يعني في ماتشات المجموعات في البدايات بتبقى كل فين وفين لما تشوف مباراه تقول الله مباراه حلوه، لكن السنه دي يمكن اول ظاهره انه الفوارق دابت لحد كبير، مفيش منتخب كبير ومفيش منتخب صغير، في منتخبات جايه من بعيد قوي زي السعوديه، زي المغرب، زي السنغال، زي الاكوادور، زي سويسرا، زي امريكا، ورغم كده قدرت انها تقف في وجه الكبار يعني زي ما بيقولوا. وكان في مباريات كتير قوي الحقيقه، كتير جدا يعني، قابلت ناس كتير قوي واحنا بنتفرج على المونديال، ناس كتير قوي بتقول لي المباراه دي كانت اجمل مباراه في البطوله، المباراه دي اجمل مباراة. يعني في ماتشات كتير جدا حازت على الاعجاب. التفسير ده ممكن يبقى مرتبط بالتوقيت، بما انه البطوله لاول مره تتعمل بعد ما السيزون بدا بالفعل في معظم المسابقات، فاللعيبه وصل فورمه معينه، ولا ليه تفسير اخر؟ ابتدي معاك. انا ممكن اخد من اخر يعني سؤال حضرتك، انه فعلا التوقيت على رغم سلبياته في انه عدد الاصابات او الناس اللي غابت عن كاس العالم كان نفسنا نشوفها، او انه داخل في نص السيزون لاول مره بنشوف النسخه المتفرده دي عشان طبعا التوقيت بتاع استقبال المونديال في الدوحه في قطر، بالتالي كمان فيها بقى ايجابيات ان اللعيبه في الفورمه. أيوة. وصلت شويه للبيك في السيزون، مش لسه هتسخن، مش جايه من فتره راحه. أيوة. دخلت في الموسم بتاعها في الدوريات الخمسه الكبرى، سواء اللعيبه الاوروبيه طبعا المعروفه او الدوريات العربيه، كله دخل في الموسم، فواصلين لدرجه فورمه معينه ان هم جوه الماتشات، عشان كده تلاقي انه الجوله الاولى خدت غزاره هدفيه استاذ احمد اكتر من نسخه 2018، كان في فرق الاهداف حوالي 3 اهداف للجوله الاولى، وفي ماتشات مش متوقعه خالص. الشق الثاني اللي هو بتاع الفرق الكبيره، احنا فعلا حاسين المونديال ده بلغه الكوره او بلغه الدرجه المصريه ملوش كبير. أيوة. فرق صغيره بتلعب بجراه، ودي عامله، دي اللي مخليه المشاهده للمونديال المره دي ناس مستمتعه. شفنا مفاجات زي اليابان والمانيا، شفنا كوستاريكا واليابان، شفنا طبعا اكبر مفاجاه في تاريخ كاس العالم. انا عايز اقول لحضرتك مش بس انحياز عربي لمنتخبنا العربي السعودي، في مؤسسه جريس نوت اللي بتعمل التحليل والداتا اناليسز اللي تابعه لشركه نيلسون يعني العالميه، بتحط دايما عندها صيغه كده نادر انه بيحطوا كمان يقول لك قوه المنتخب وبيعملوا فورمات معين. اكتر نتيجه كانت قبل مباراه السعوديه صادمه في تاريخ كاس العالم كله منذ ساعه ما بدات البطوله، من ساعه ما بدات البطوله كانت فوز امريكا على انجلترا سنه 50. كان ساعتها الاحتمالات المحطوطه 9.7% ان امريكا تكسب انجلترا. منتخب حديث العهد ما يعرفش اصلا كره القدم لسه. تمام. منتخب السعودية المصنف 51 غلب منتخب الأرجنتين المصنف الثالث، واللي قعد ويننج ستريك أو عنده سلسلة لا هزيمة، سلسلة انتصارات 36 مباراة. أي. غلبه كان واخد نسبة 8.7% بس، أقل من أمريكا. فبالتالي فوز السعودية غير فرحتنا كعرب وأنه رقم إيجابي جدا يعني أهم نتيجة لنا كمنتخبات عربية، لكن أنه أصبح دلوقتي تصدر أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم كله. فبالتالي تأكيد على سؤال حضرتك وكلام حضرتك اللي حاولت تقوله، أنه فعلا مفيش حاسين بجرأة، المنتخبات بتلعب بجرأة، السعودية أدت الأمل لكل فرق أن ممكن تكسب، ولحقتها طبعا اليابان وكوستاريكا وفرق